حضرتكم وشوفت الكلام كان فضل سبسكرايب دي لايك شير وكومنت. ويلكن وجورج استيني وويل مريكن مدوء وكي أغدى ديرا حكم دلدلادة لغوريد تاريخ دم مريكن كا تاو كدعدي قبل كا كارولينا كونفورتا دعدا كرسيغ دلدلادة يلغو دلدلي وحير كدب مركي اللاسو إيدي أفر إيطوانكي جون كون سغال بقول أفر إيطوانكي مالين تاسداء دي سوحاي جورج استيني أفر إيطوان سنو لح بل إلح مال موضا دلدلا دي سوحا لو أديك سدي كورسيغ كورانتادا وحا لغوسو إيدي إن أسي بريرا وودلي لبا قبلود أو لكالي يرادو بي تي جون بينكا أو إي كويتون سنجرا يسيدو كالي ماري إيما تاميس أو سدي سنجرا مركي لغسو وريغ تدواتن سنة دلدلا ديسا ديب أيا باريطان لوغا فري خدية دي لغو دلدلي ولا شيسا أو لغو مغا عاو كاترين استيني أيا فورتي دعو داسي وحانا قادقة كارمن مولين أو كودا واقعي إن وجورج وحاقف بريئة سنة كي لبضبكن إيو أفر إيو طبانكي وحالي هيني وايا عدام كوفلان إيسودو كلا إداميه اللو سوجيدي عدا بسيديه أي قدية داسي أي كوب اللعبتي قصدان وحا أي كوب اللعبتي دهور نمادي أفر إلاباتنكي مارس سنة كي كونساقال بقل أفر إفرتنكي بي تي إيماري وحا أي سوك حيين باسكيل وحا أي وسو جيهسين إن أي سو حدان فيوري وداد إنت أي كوسو جرين لبداسي قبلود وحا أي سو أقمرين غوريا قوزكا استيني قوزكا سيو أحا كوا مدو أو فقيرة وحا أركي كاترين استيني يسيدو كلا ولال كيد جورج أو إياقو بنانكا غوريا تاقنا ساعدا أون كدب مغالدة أي وحا إسكو بداشي إن أي سو مران رق إياقو شماعيا وطا سيدو كلا نتادين إياق لبداسي قبلود ساعدو مركي أي أحيد تدوبدي إي بركة صباح نمو الرق أي وحا أي أركين رادد وموغدي باسكيل يسيدو كلا كوي قبلها وحانا مصافر دور مركي أي أصول لحدان لنا عي قريها استيني أي أركين ميتك لبداسي قبلود ساعدا اون كدب ماشي وحا كوصو حب سمي رق عدانا وحانا أي كحيان جورج استيني أو لقيي لنا عي بوليسكا الكاسيو لا شيغي ان سؤال ويدين ايوا بلابتي ساعد كدب مركي حبسيغو او كجري بوليسكا وحا اشاعي كقاطين ان او جورج او قرتي ان لبدا سي قبلود اساغا او قطقلوسي قد يدي دب مركي لوفري جورج ايا وحا لا شيغي ان او اساغو او عديلي ان او ربي ان او فالكوفسيا كلا دقاقو بيتي وحنا وضد كليا اي اوفرن اي هيد ان او كتقلصو ماري بلسيه مركي اي اوود اي او شيغتي اي وحا او تلمامي ان لبدو ديبا او كتقلصي واسيدا قدية دا بوليسكي عدانك اي او قرن جيبيغا عنصر نموه اي دالكا سيمريكن كا دربا وحا او اسكو بدلي ان قويسكي جورج لغا عيريو مغالدا جورج استيني اي بيهيسي شقدي اي لغا عيري سيدو كلا قويسكي وحا يساقب بحين مغالا داسي ساعد اللباطي اي باركي مركي اي احيدة كوبي اللباطنكي ابريل كنساقال بقل افري افرتكي وحا باللباطين محكمة دين تيسا ساعد مركي شنتي اي احيدة قرينة اي سيدو كلا حبنيه محكمة دا جوغة او دمان تود عدان احا اي وحا اي جورج اي واركين قف دنبيلا وصن نمونين ان حريس لو سميو qaadiga garsoorku waxa uu gaaray go'aan ah in la daldalo George waliba lagu daldalo kursiga electricga ama ba korontada majrin wax cadeen ah ama wax cadeema meesha la keenay oo beenin ah sidoo kale majrin wax rafaan ah oo ay qoyskiisu ay qaadan kareen maxaa yeelay George qoyskiisu ma haysanin lacag ay siiyaan ama ay ku qabsadaan qareeno hay'adaha qaadkood iyo kaniisadaha wadankaasi waxa ay ka dalbadeen garsoorkii ama gudoomiyaha gobolkaasi Carolina in uu fargelin uu ku sameeyo xukunkaasi daldalada ee wiilkaasi yar lagu xukumay qaarkood waxa ay u direen gobernatoraha gobolkaasi hadal ay ku cambaareenayeen oo ay ku tilmaamayeen in cuqubadaasi ama arintaasi ay tahay talaabo Hitler uu hor u qaaday jiray halka kuwa kalena ay soo dhaweeyeen kuwa kalena waxa ay shaaci ka qaadeen in ay tahay midana mid cunsuri ah عنصرنما لو أديكسنيه ونا جورج إسك الدفاع كل النفس دي سادت كاسي عدانك جورج استيني أيه وحا أصيدا سيكو غلي
taariikhda wiilkii ugu da'da yaraa ee xukun daldalaada qarnigii 20aad lagu xukumo. 70 sano kadib, daldalaadii Stini qoyskiisu waxa ay dalbadeen in dib loo eego qadiyadiisa. Maxkamada ayay fureen, waxaana cadaatay ayaa la yiri in uusan Stini wax dambi ah uusan lahayn. Stini walaashiisa Catherine Stini Robinson oo 79 jir ah ayaa waxa ay shaac ka qaaday in walaalkeeda xilliga falka uu dhacaa uu isagu la joogay ama iyadu uu la joogay. Waxaa sidoo kale ay shaac ka qaaday in dhibaatadu ay ahayd in booliisku ay waayeen cid ay u xiraan kadibna isagu ay wadeen. Qareenka qoyska Matt Borges waxa uu sheegay in qaladaad sanado badan dhacay la saxay 70 sano kadib. Maxkamadu waxa ay shaac ka qaaday in ay dhibana ay u noqdeen qoyska Stini dilka wiilkoodii lagu xukumay. Qisadaasina waxa ay ahayd wiilkii ugu da'da yaraa ee dalkaasi Mareykanka taariikhda ka galay, George Stini, oo daldalaad fool xun oo kursi koronto ah lagu daldalay.